مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بين قوسين. قبل يومين وجه أكبر مستشفيات مدينة تعز نداء استغاثة وتحذير من احتمال التوقف القريب لخدماته، وذلك مؤشر خطير لحدوث كارثة إنسانية على مرأى ومسمع من قيادات الشرعية والتحالف العربي والمجتمع الدولي. بعد أن أدى الحصار والحرب إلى توقف خدمات أكثر من 40 مستشفى ومستوصفا في المحافظة الأكثر سكانا بعد نضوب الأدوية والعقاقير وانعدام إمكانية العمليات الجراحية بمختلف أنواعها، وبات الوضع على حافة الانهيار الكلي، فعلى الرغم من وصول كميات من المعونات والمساعدات إلى تعز إلا أن أغلبها ذات طبيعة إغاثية وإسعافية نفدت مع الاستهلاك اليومي والطلب الدائم نتيجة استمرار المجازر وجرائم القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي والمخلوع على تعز. في هذه الحلقة من بين قوسين سنناقش الآثار الكارثية المحتملة على الوضع الإنساني في تعز وانعكاسها على مستشفيات تعز، ونبحث عن الدور المطلوب وطنيا ودوليا لإنقاذ مستشفيات تعز. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة عبر السكايب من فيينا: الناشط الحقوقي الأستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات، وبالهاتف من تعز الدكتور أحمد الدميني، مدير مركز الطوارئ الباطني بمستشفى الثورة العام بتعز. وكذلك من تعز أيضا سيكون معنا أحمد سيف المعمري، مدير مكتب محافظ تعز، إضافة إلى الناشط أيمن المخلافي، مدير الإعلام بائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز. قبل البدء بالنقاش، فاصل قصير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر السكايب من فيينا الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، مساء الخير. مساء النور لك وضيوفك الكرام وجميع مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق. إذا تحدثنا عن تعز وعن مستشفيات تعز، ما الذي يدور في هذه المحافظة؟ هل هو إهمال، تقصير، مؤامرة؟ كيف تقرأ الوضع في تعز؟ تفضل. وضع مدينة تعز من الناحية الحقوقية هي وضع كارثي. ميليشيات الحوثي وصالح تمارس في حق تعز كافة أنواع الانتهاكات التي حرمها القانون الدولي. الحصار الأول الذي استمر لمدينة تعز أكثر من عام كامل وانتهى عندما فتح منفذ الدحي وإن كان بصورة جزئية، اليوم يعود الحصار من جديد عند منفذ غراب. الحصار إخواني الكرام أستاذي الكريم هو نوع من أنواع الحروب في مثل هذه الحالات، تستخدمها ميليشيات الحوثي بهدف امتهان كرامة هذه المحافظة ومن أجل إذلال أكثر من 4 مليون مواطن يسكنون هذه المحافظة. ما يحدث في تعز أخي الكريم على المستوى الإغاثي، على المستوى الحقوقي، أنا لا أريد أن أدخل في المجال السياسي بدرجة كبيرة، لكن هنالك وضوح أن على الحكومة الشرعية بموجب الدستور اليمني بموجب المواثيق الدولية واجبا أخلاقيا ودستوريا تجاه السكان المحاصرين أن تسعى إلى فك حصاريا بشتى أنواع الوسائل الوسائل التي أباحها القانون الدولي ومنها القوة، خاصة أن أمام الحكومة الشرعية قرار دولي واضح، القرار 2216. هذا القرار يصنف هذه الجماعات بأنها جماعات عبارة عن ميليشيات. ربما أستاذ توفيق، ربما ما تقوم به الميليشيا لا يخفى على أحد، وهي يعني تمارس على تعز يعني جرائم ممنهجة وبلا هوادة. ربما هي المدينة الأكثر انتقاما من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع على هذه المدينة، ربما لأنها كانت لها الشرارة الأولى في مقارعة النظام السابق، وأيضا في مواجهة الحوثي منذ وصولهم اليوم الأول إلى تعز بعكس المحافظات الأخرى. إذا تحدثنا نحن اليوم عن الضرورة والحاجة الملحة للمستشفيات والمعونات الإغاثية لتعز من جانب التحالف العربي، المنظمات الإغاثية، الحكومة الشرعية، ما يحدث في تعز يدعو
الحكومة الشرعية كما قلت لك بالدرجة الأساسية كواجب دستوري وواجب أخلاقي. أيضا قوات التحالف أو دول التحالف التي دخلت في التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن عليها أيضا واجب أخلاقي وواجب أممي، أي واجب بموجب ميثاق الأمم المتحدة بموجب الاتفاقية أنها توفر كافة الاحتياجات المتوفرة للسكان أثناء الحرب المدنيين، وبالذات مدينة تعز المدينة المحاصرة. كما هنالك واجب على المجتمع العالمي بشكل عام، سواء كانت منظمات خيرية أو كانت منظمات إسعافية، الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، الأمم المتحدة، عليها واجب، لأن الذين يحاصرون في تعز اليوم ويتعرضون لمثل هذه الإبادة هم سكان مدنيون لا يحملون السلاح ويواجهون بشتى أنواع الوسائل. نحن خلال الفترة الماضية أستاذ الكريم وثقنا في مدينة تعز ما يندى لها القبل. نحن ذاهبون في المرحلة القادمة إلى أن نقوم بواجبنا كمنظمات حقوقية لرفع دعاوي قضائية وربما تقديم شكاوى أمام المتحدة بحق هؤلاء المنتهكين. لكن في قضية الحصار اليوم اتفاقية جنيف واضحة على أنه في أثناء الحروب أو في أثناء شدة الحروب يجب أن تبعد المستشفيات، تبعد المدارس، يبعد الأطفال، يبعد النساء عن الصراع، ولا تستخدم القوة في مناطق الاكتظاظ السكاني إلا في حالة الضرورة القصوى. وبالتالي اليوم هنالك واجب على كافة هؤلاء الأطراف الموقعين في هذه الاتفاقية بما فيها الميليشيات. صح أن الميليشيات اليوم لا تعترف بالقانون الدولي، لكن أصبحت هي سلطة أمر واقع عليها أن تلتزم باتفاقية جنيف بتوفير احتياجات السكان داخل مدينة تعز. ما لم فهي مساءلة بموجب اتفاقية روما بارتكاب مجازر. لا نريد، نعم أستاذ توفيق، يعني لا نريد أن يوفروا للسكان في تعز، لكن على الأقل يوقفوا هذه الضربات والقصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين في بيوتهم. تفضل بالبقاء معنا أستاذ توفيق. نشرك معنا في الحديث من محافظة تعز مدير مركز الطوارئ الباطني بمستشفى ثورة الدكتور أحمد الدميني. مساء الخير دكتور. مساء النور والعافية. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني في البداية لخص لنا وضع المستشفيات في تعز، ربما هي أصبحت مستشفيات محدودة التي لا زالت تعمل وتقدم الخدمات الضرورية لأبناء تعز سواء جرحى أو مصابين أو مرضى. تفضل. نعم عزيزي، الحرب والحصار أثر سلبا بالدرجة الأولى على القطاع الصحي ومنها المستشفيات. حاليا في تعز لا يعمل سوى مستشفيين باستقبال الجرحى، هو مستشفى الثورة الحكومي ومستشفى الروضة. حاليا هذين المستشفيين لا يقوم سوى على الدعم من المنظمات، هناك غياب تام للشرعية لدعم هذه المستشفيات. يعني الحصار وبالإضافة إلى تجاهل أو لا مبالاة الشرعية هو ما نعاني منه حاليا في القطاع الصحي. المستشفيات تتكدس بالجرحى وكذلك من يحتاجون للسفر إلى الخارج، ولكن لا يوجد أي تعاون. نعم دكتور، أفهم من كلامك بأنه لم يعد أي دور للحكومة الشرعية لوزارة الصحة لتقديم أي خدمات لهذه المستشفيات. نعم هناك تقصير كبير بدعم هذه المستشفيات. يعني حاليا مثلا مستشفى الثورة لشهرين ورواتب الكادر الطبي لم تصرف، كان هناك عقد مع الهلال الأحمر القطري انتهى نهاية 5، وحاليا يعمل الكادر بطاقته وبإمكانياته المحدودة دون أي دعم من أي منظمة سوى دعم بسيط فقط لقسم الطوارئ من بلا حدود. كذلك مثل المستشفى الروضة تدعم الطوارئ بلا حدود، ولكن كدعم كبير لتشغيل جميع الأقسام لا يوجد أي دعم من الحكومة الشرعية. حتى الميزانية التي كانت تصرف من صنعاء لتغطية هذه الاحتياجات، يعني هذا الشهر أصدرت توجيهات للبنك المركزي ألا تصرف إلا رواتب الموظفين. أما بالنسبة للأدوية وبند المشتقات النفطية وكذلك الأكسجين والتغذية تقطع. يعني الآن التوجيه بأن لا تصرف أي من هذه المستحقات باستثناء الرواتب. نعم طيب دكتور، ربما ذكرت نقطة خطيرة ومهمة لأول مرة ربما نسمعها، وهي لم يتبقى في تعز سوى مستشفى الروضة ومستشفى الثورة فقط، بقية المستشفيات أغلقت تماما. بقية المستشفيات عزيزي لا تستقبل سوى الحالات البسيطة. أما بالنسبة للحالات الجراحية لا يوجد سوى مستشفى
الثورة ومستشفى الروضة. هناك فقط مركز للعظام في مستشفى التعاون، وأيضا هو مدعوم من القطريين. أما الدور الحكومي للأسف متغيب تماما هنا في محافظة تعز في القطاع الصحي. اللجنة الطبية العليا يعني يبذلون الكثير وإمكانياتهم لا تكفي لدعم هذه المستشفيات، ولكنهم يقدمون ما يستطيعون. نعم. طيب دكتور، إذن مستشفى الروضة ومستشفى الثورة هم الذين لا زالوا يقدموا خدمات اللي فيها عمليات جراحية أمام الكم الهائل من الجرحى والمصابين في تعز. نعم. كيف تتعاملون معهم في هذه المستشفيات؟ والله في ظل نقص كبير للاحتياجات الطبية من مستلزمات من أكسجين، حيث لا ندخل للعمليات سوى الحالات الإسعافية، ولكن مع هذا ومع قلة الكادر ونزوح أغلب الجراحين والاختصاصيين نعمل بإمكانياتنا المحدودة. يعني حاليا جراحة الأوعية الدموية هناك نقص، أيضا في جراحة العظام هناك نقص، في جراحة المخ والدماغ العناية المركزة أكثر الأحيان تمتلئ بالمصابين ويتوفى أكثر الجرحى بسبب امتلاء العناية المركزة. نعم. يعني حاليا هناك كارثة بهذا. نعم. دكتور أنتم الآن اقتصر عملكم على استقبال الحالات الضرورية والإسعافية العاجلة، بقية المرضى بقية المصابين إلى أين يتجهون، إلى أين يذهبون إذن؟ ما هو مصيرهم؟ حاليا العمليات الإسعافية تجرى لها العمليات، يعني الحالات الإسعافية من الجرحى والمصابين بالذات الأوعية الدموية، الدماغ، حالات الكسور الخطيرة تجرى العمليات، ولكن هناك عمليات مؤجلة مثل العظام الصفائح، هناك عمليات مثل هناك عمليات كثيرة مثل الحالات العادية اللي هي الجراحية مثل الهرنية التي هي الحالات الزائدة مثلا. نعم. حالات العادية الباردة. نعم. تؤجل لا يوجد أي إمكانيات حاليا مثلا يجروا عمليات المرارة مثلا. نعم. تؤجل حتى لو كانت حالتهم خطرة دكتور، حتى لو كانت. نعم. حالتهم خطرة وملحة للعلاج تؤجل. نعم، مثل حالات الفتق، حالات المرارة، حالات الحصوات، هذه الحالات تؤجل، لا يوجد أي إمكانية حاليا لأن تعمل لهذه الحالات الباردة. نعم دكتور، تكرم بالبقاء معنا وأيضا الأستاذ توفيق. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض آراء المواطنين والمعنيين في تعز عن الوضع المتدهور في القطاع الصحي في تعز واحتياج المستشفيات لبعض أو للخدمات الأساسية والأدوية. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نعود. نحن في تعز بالذات في القطاع الصحي بشكل عام منذ أكثر من عام أو قرابة العام والنصف نعاني معاناة شديدة في هذا الجانب نتيجة للحرب والحصار المفروض على المدينة، وقبل ذلك انقطاع مادة الديزل والبترول وانقطاع الكهرباء عن اليمن بشكل عام وعن محافظة تعز والقطاع والمستشفيات والمراكز الصحية بشكل خاص. طبعا أصبحت مستشفيات تعز يعني تفتقد إلى أدنى مقومات المستشفيات، مشتقات نفطية، علاجية، معدات، أدوات، كادر طبي، كادر تمريضي. هذا الحرب أثرت على وضع الجميع، تكاد تكون مستشفيات مدينة تعز خالية من حتى الحبة البنادول. طبعا هناك حالات تعرضت للوفاة، هناك حالات تعفنت، هناك أطفال أيضا حرموا مساعدات حياتية عمرية. بالنسبة لمراكز الغسيل الكلوي في مدينة تعز أغلقت وحوصرت بشكل كامل، حيث أن مركز الغسيل في مستشفى الجمهوري توقف لأكثر من مرة، ولكن تم استيعاب مرضاهم في مركز الغسيل في هيئة مستشفى الثورة، وكذلك تم مساعدتهم ببعض المواد والمستلزمات اللازمة لإجراء الغسيل ومشي الحال والحمد لله.
منذ اندلاع الحرب إلى الآن أكثر من سنتين وحصار مدينة تعز الذي تجاوز حدود السنة. مستشفيات تعز خارجة عن الخدمة تماما، فيما عدا المستشفى الوحيد الذي ما زال يعمل اليوم هو هيئة مستشفى الثورة العام تعز، الذي يعتبر الشريان المغذي لهذه المدينة والذي تعرض للاستهداف بأكبر قدر من القذائف الحقد والعدوان. في الحقيقة المستشفى هذا أيضا يعاني من الوضع الكارثي الذي تعاني منه المدينة، ومهدد بالإغلاق لعدة مرات، وهو يهدد بالإغلاق، ولكن نجد هناك أحيانا بعض المعونات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه التصريحات من محافظة تعز عن وضع المستشفيات، أعود إلى فيينا عبر السكايب مع الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، إذا لا يخفى حال تعز على أحد كما ذكر الأخ الدكتور أحمد الدميني، وحال المستشفيات والنقص الحاد وعدم استقبال كل الحالات، ربما يقومون بعلاج الحالات يعني الحرجة وبقية الحالات يعتذرون عن استقبالها في هذه المستشفيات. السؤال الآن، المنظمات الإغاثية المعنية بحقوق الإنسان عالميا، إذا كانت مثلا الميليشيا تمارس هذا الحرب الإجرامية والحصار على تعز، هل هناك من مبرر قانوني للمنظمات الإغاثية، الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية بشكل عام، من فك الحصار، من الدخول، توفير الأدوية للمحتاجين في تعز؟ أستاذ الكريم، هذه وظيفة هذه المنظمات الدولية، هي أنشئت هذه المنظمات من أجل التخفيف عن معاناة الحرب، عن موالاة الناس من ويلات الحروب، لكن تبقى هذه المنظمات أيضا تفتقر إلى القوة اللازمة لردع العدوان أو لردع الأطراف المعتدية على الأرض. هذه المنظمات الواجب الأخلاقي والواجب الإنساني عليها أنها تكشف للرأي العام العالمي حقيقة الوضع، وترفع التقارير بما يروي، وتسعى جهدها للضغط، لأن لديها أوراق أو لديها لوبي ضغط في كافة المنظمات الدولية أو في كافة المؤسسات حتى على الحكومات، قادرة على أن تسعى هذه المنظمات قدر الإمكان. لكن ما نريد أن نقول نرجع نعم ستوفي في هذا الجزئية، هل ممكن نرجع المشكلة بعدم يعني رفع تقارير للمنظمات الدولية، رفع المنظمات العاملة في الداخل أو بعض المنظمات الأخرى، وإظهار الصورة الأوضح لهذه المنظمات عالميا حتى تلتفت إلى تعز وتمارس مهامها وتوفر واجباتها في هذه المحافظة؟ أعتقد أن اليوم ما يدور في تعز أو ما يدور في اليمن بشكل عام أصبح واضح للعالم بأكمله. ربما هنالك نوع من القصور، نحن لا ننكر ذلك، ليس في عملية الرصد وإنما في إيجاد لغة حقوقية ولغة إنسانية تفهم بها العالم، لكن أو أيضا نقدر نتواصل مع هذه المنظمات بشكل كبير. هذه القصور له عدة مستويات. المستوى الأول هو قصور يتمثل في الحكومة الشرعية وبسياستها الدبلوماسية الموجودة في الخارج. أنا أعتقد اليوم أن السفارات الحكومة الشرعية في الخارج لا تقوم بالواجب الدبلوماسي في هذه المرحلة. نحن في هذه المرحلة يجب أن يتركز دورها بالدرجة الأساسية على نقل ما يحدث في اليمن، سواء على المستوى العسكري أو مستوى الانتهاكات أو ما يحدث في اليمن على المستوى الجانب الإنساني. يجب أن تنقل معاناة سكان تعز لكافة المنظمات ومقراتها الموجودة في العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أيضا الموجودة في داخل أوروبا. الأمر الثاني، أيضا المنظمات الإغاثية والحقوقية يجب أن تتحرك في هذا الجانب. لكن أنا أقول هذه المنظمات الحقوق الإنسانية الموجودة في أوروبا بالنهاية يجب أن نقول أنها هي تتبع سياسات دولية معينة لا تخرج على هذا النطاق، وإن كان لها واجب إنساني هي تقوم بهذا الجانب، لكن بالنهاية كما قلت لك ليس لديها القوة اللازمة لردع مثل هذه القوة، لردع الأطراف المعتدية، وإنما هي تسعى لمسك العصا من الوسط وإيجاد نوع من التفاهم بين الأطراف من أجل إيصال المساعدات إلى داخل المناطق المتضررة الموجودة في اليمن أو في تعز أو في غير نعم. ذلك نعم أستاذ توفيق، دعنا يعني نسلط الضوء بصورة أدق. معنا الآن من تعز الناشط أيمن المخلافي، مدير الإعلام بإئتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز. أيمن مساء الخير. مرحبا، أهلا ومرحبا بك أيمن. ما هو الوضع الإغاثي في تعز؟ أنتم ربما في ائتلاف الإغاثة الإنسانية، ما هو الإطار الذي تتحركون فيه؟ ما الذي تملكونه لتقديم أو على الأقل ترتيب وضع معين للمحتاجين في تعز؟ يعني حياتنا الوضع في تعز نعم أيمن حصار تد أكثر أيمن ربما هناك إشكالية في الصوت يعني أيمن
أيمن، لو ركز لنا على موضوع الدور الذي تقوم به كمنظمات إغاثية فاعلة في الميدان للمحتاجين. بالتأكيد حصار تعز لا يخفى على أحد، احتاج المستشفيات والأدوية والمواد الغذائية لا يخفى على أحد. حدثنا في هذا الجزء حتى نسلط الضوء أكثر عن الدور الذي تقوم به، تفضل. إذن ربما هناك مشكلة أخي أيمن، نعتذر منك، سنتصل بك لاحقا. أعود إذن إلى الدكتور أحمد الدميني. أعود إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، ربما كان هنا اليوم تصريح لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بتوجيه الحكومة برفض مستشفيات تعز وتوفير المواد الطبية والمستلزمات الأساسية لها وأيضا علاج الجرحى. هل بدأتم تلمسون هذه التصريحات وهذه التحركات من قبل الحكومة أم تظل حبيسة الأدراج عبارة عن تصريحات فقط؟ تفضل. عزيزي، التصريحات دائما تعودنا عليها، كذلك تشكيل لجان لفرز الجرحى الذين بالذات الذين يحتاجون سفر إلى الخارج أيضا حدث أكثر من مرة فرز هذه الحالات، ولكن الأمر الواقع لا يوجد أي تقدم في الأمر الواقع. يعني الجرحى لا زالون البعض منهم متعفن في منزله. نريد منهم أولا كعمل إسعافي أو كبادلة منهم إسعافية أن يقوموا بدعم المستشفيات، على الأقل على الأقل أن تنقذ الجرحى الذين يصلون إلى المستشفى بهذه اللحظة. يعني لا زالوا يماطلون في تسفير الجرحى ولا زالوا أيضا مترددون في دعم هذه المستشفيات. حاليا مثلا لدينا في هيئة مستشفى الثورة مركز الأطراف الصناعي لم يلتفت إليه أحد سوى المبادرات الشبابية التي قامت بتشغيله، ومن ثم أتى الصليب الأحمر بدعمهم بالتيزل. حاليا أيضا مركز الكلية الصناعية مهدد بالتوقف إن استمر التوجيه للبنك المركزي بعدم دعم المراكز بالأدوية والمستلزمات. نعم. دكتور، أفهم من كلامك بأن الحكومة مثلا بمقدورها أو أي منظمات إغاثية لدعم تعز ورفض المستشفيات بما يحتاجه من المستلزمات الطبية، لكن هناك إهمال أو تقصير أو ماذا نسميه إذن؟ نعم عزيزي، مؤتمر واحد كفيل بحشد الدعم لهذه المستشفيات والقطاع الصحي لمدة عام واحد. يعني نحن نلاحظ أن هناك منظمات دولية وهناك هيئات أيضا طبية تريد أن تساعد، ولكن إلى الآن لا يوجد نية حقيقية لتوجيه هذا الدعم إلى تعز. نحن نرى أن هناك محافظات يتم دعمها مثلا هيئة مستشفى الثورة في مأرب تم دعمها من الحكومة الشرعية، كذلك المستشفيات في عدن، ولكن في تعز وبالذات المستشفيات الحكومية مثلا مستشفى الثورة ومستشفى الجمهوري، لماذا لا يوجد نية صادقة لدعم هذا؟ ربما الحصار الذي نعم دكتور ربما الحصار الذي تفرضه الميليشيا يحول دون إيصال هذه المساعدات لكم في تعز. ولكن عزيزي هناك الآن يعني مساعدات طبية تصل عبر طرق صبر، يعني نحن أكثر الأحيان نعتمد على هذه الطرق لإيصال المساعدات الطبية، وأيضا ليس هناك عجز فقط بالمساعدات الطبية، أيضا العجز المالي الذي نعاني منه هنا في المستشفيات أيضا سبب رئيسي سيؤدي لتوقفها. نعم. طيب دكتور، يعني ربما أنتم تعملون في جهة حكومية ورسمية، هل لا زال لديكم مثلا أي تواصل مع وزارة الصحة، مع نائب وزير الصحة، مع الحكومة؟ هل تم اللقاء معهم، تواصلتم معهم، أم هناك قطيعة بينكم وبينهم؟ لا هناك تواصل بيننا وبينهم. مؤخرا كان هناك تواصل لحث الهلال الأحمر القطري لتمديد العقد للمركز الجراحي، والحمد لله هناك بوادر خير أن يتم التمديد ومن ثم توقيع عقد مع الهلال الأحمر القطري لاستكمال دعم المركز الجراحي، وإن شاء الله يتم خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. أبرز المنظمات الإغاثية التي لا زالت تمدكم بما تحتاجون في هذه المستشفيات ما هي دكتور؟ الهلال الأحمر القطري، وهناك أيضا منظمة بلا حدود هي من تقوم بالدعم المستشفيات دعم رئيسي، ولكن هناك عدة منظمات دعمها محدود بالأدوية مثل الهيئة الطبية الدولية مثل الصليب الأحمر أحيانا، وهناك أيضا جمعيات إغاثية. نعم. طيب دكتور تكرم بالبقاء معي، إذا عاد إلينا أيمن المخلافي. أيمن، إذا كنت قد سألتك قبل أن نفقد الاتصال بك حول الدور الذي لازلتم أنتم كمنظمات إغاثية عاملة في الميدان تقدمونه لتعز، ما هو؟
نعم أخي، نحن في ائتلاف الإغاثة الإنسانية وبجانبنا العديد من المنظمات المحلية نقوم بأقصى درجات الجهد مثل تخفيف المدينة تعز سواء في الجانب الإغاثي الغذائي أو في الجانب استطاع أن نسير بالمستشفيات أن نخفف معاناة المرضى المصابين أثر الحرب. يعني لكن هناك منظمات محدودة من استطاعنا الوصول إليها لتقديم الدعم. هناك قصور من المنظمات الدولية، يعني لا يوجد تدخل كبير من أي المرضى. يعني دكتور عفوا أيمن للأسف أتمنى أن يعني ربما لن نفهم من كلامك بسبب رداءة الاتصال، أنا أعتذر منك جدا، سنحاول بعد أن نستعرض هذه المادة المعلوماتية أن نتواصل معك، وأتمنى أن تكون في مكان يعني تكون فيها الشبكة قوية حتى نتمكن من سماعك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، عدها الزميل وديع عطا، تتضمن ملخصا عن واقع القطاع الصحي في محافظة تعز، نتابع. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عودة إلى فيينا عبر السكايب مع الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، في محورنا الأخير، إذن المنظمات الإغاثية التي لا زالت ربما لها حركة، ربما لها تحرك معين سواء داخليا أو خارجيا، هل باعتقادك يعني هذا الدور ممكن يغير يعني ويحشد الرأي العام خارجيا للالتفات لا تعز بصورة أكثر اهتماما عن الفترات الماضية؟ الخارجي هو يصنع عن طريق أمرين اثنين، أولا عن طريق الإعلام، والأمر الثاني عن طريق العمل عن طريق العلاقات وإيجاد شبكة من المنظمات ومن العلاقات بين المنظمات المحلية والمنظمات الخارجية، إضافة للجهد الدبلوماسي الكبير. أنا أعتقد كما ذكر أيضا الأستاذ أحمد في قضية أن التحرك الجاد لعقد مؤتمر إغاثي من أجل تعز سيغير كثير من الموازين. اليوم كثير من الناس ربما لا يفهم ماذا يدور في اليمن، والبعض الآخر إذا فهم ماذا يدور في اليمن لا يستطيع اليوم أن يصل أو يوجد قنوات آمنة إلى داخل اليمن. هنالك منظمات اليوم في ألمانيا، هنالك شباب يمنيين، هنالك ناشطين يمنيين مستعدين لجمع المال، مستعدين لجمع الأجهزة من أجل التواصل، لكن تبقى أيضا مشكلة كيف يمكن إيصال هذه المساعدة داخل اليمن. أنا اليوم الحكومة اليمنية لم تضع لافتة واضحة في مثل هذا اليوم، نجد حيرة عند كثير من الناس. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن على الحكومة اليمنية أن تتحمل واجب وواجب أخلاقي وقانوني ودستوري في هذه الإشكالية بالدرجة الأولى، تفك هذه الإشكالية وتوجد قنوات واضحة
بالتنسيق مع الحكومات مع المنظمات. الأمر الثاني يجب أن نسلط الضوء بصورة أكبر في ظل هذا الحصار الخانق وهذا الانتهاك المريع لحقوق الإنسان داخل مدينة تعز على الفئات الضعيفة بالدرجة الأولى. نعم. التي تتمثل بالمعاقين، تتمثل بالأطفال، تتمثل بالنساء. هنالك منظمات متخصصة تهتم بهذه الفئات، فئات المهمشين إلى غير ذلك. يجب أن تتضح الصورة كاملة دون اجتزاء ماذا يحدث داخل مدينة تعز. أستاذ أخي الكريم، نعم. أمس قبل الحصار أن يفرض على تعز في قرية الضبي هنالك تهجير قسري لأسر، هنالك قنص لأناس أمام أهليهم، هنالك غياب للمقومات الحياتية البسيطة من أكل ومؤن إلى غير ذلك. هذه الصورة أحيانا تجد قصور في الرصد، وأحيانا تجد خوف. الكثير من الناس يعرف هذه الحقائق ولا يستطيع أن يمدك بالمعلومات الكافية لأنه خائف من الميليشيا تنتصل له إلى بيته. اليوم ما يوجد في تعز برغم وضوحه، لكن هنالك أشياء كثيرة غائبة عن هذا. إذن كيف يمكن إذن كيف توثقون وتنقلون هذه الجرائم وتظهرون للرأي العام إذا كان الكثير من كما تحدثت يخاف التحدث أو رفع أي تقارير عن الجرائم التي تقوم بها الميليشيا؟ أستاذ توفيق، نحن نبذل قصار جهدنا. هنالك أخي الكريم جنود مجهولون في الميدان من الراصدين، يجب أن ترفع لهم القبعات من كافة العاملين داخل الميدان. ما حدث على سبيل المثال في الربيع في تعز من قتل 2 من شهداء المقاومة وهم عن أسرى، تم قتلهم بعد أن تم أسرهم، تم قتلهم ورميهم على قارعة الطريق بصورة مشوهة. بذلنا جهد كبير وكبير مع بعض الراصدين، نقدم لهم كل التحية، وبإذن الله سوف نصدر تقرير يوضح حقيقة قتل هؤلاء وأنهم لم يقتلوا في معركة من أجل أن نوثق حقوق هؤلاء الناس. هم وغيرهم المئات والعشرات. أستاذ توفيق، نحن اليوم نبحث عن المناطق الآمنة التي يمكن أن نوثق فيها. هنالك مناطق أخي الكريم لا يستطيع الراصد أن يصل إليها، ولا يستطيع على الأهالي أن يبوحوا. في قضية حميد أو شحرة في إب، إلى اليوم لا يوجد توثيق رسمي لما حدث لهؤلاء. نعم، لم نسمع. نعم. أقوال الضحايا، لم نسمع أقوال ربما هذا. نعم، جرائم الميليشيا وفصول تفننها في قتل اليمنيين هي كثيرة وعديدة، حتى ربما خلينا على الموضوع قليلا أستاذ توفيق، لأن نحن موضوعنا اليوم هو مستشفيات تعز والحصار. ربما نخصص حلقة في الجانب الحقوقي ونتكلم فيه بطريقة أوسع. اسمح لي أن أعود إلى تعز مع أيمن المخلافي. أيمن، إذا تحدثنا عن عملكم أنتم كمنظمات إغاثية وعاملين في الميدان، أين تكمن الصعوبة بالنسبة لكم؟ هل بمن يوفرون لكم الاحتياجات أم بصعوبة إيصال هذه المعونات إلى داخل المدينة بسبب الحصار؟ تفضل. أقول أن الصعوبة الحقيقية تكمن في أن الجهات الداعمة التي تقدم هي منظمات وما ذكرها بالإذن، أما إيصال المساعدات أي سواء عن طريق جبلية، استطعنا تقديم الكثير لمحاولة تخفيف معاناة المرضى والمصابين، لكن كلما من أدوية طبية كانت من مركز الملك سلمان أو من صندوق النقد الكويتي أو متصلة أو طيبة، كما قدمناه يعتبر مع حجم المساوي الذي تعيش به المدينة ولا تكفي مقارنة بالوضع المأساوي. يعني من مساعدات إلا أنها قليلة مقارنة. نعم. محافظة. ونؤكد أن أيمن الجهات. نعم. محدودة. نعم. نعم أيمن، لو تحدثنا عن أرقام المستفيدين من أي معونات إغاثية أو مستشفيات داخل تعز ووصلت عن طريقكم، ما هي؟ الصدق من ومستلزمات صحية ريال. أخي أيمن أنا أعتذر، أيمن أنا أعتذر منك بشدة لأن الصوت في رداءة في الاتصال. أنقل نفس التساؤل إلى الدكتور الدميني. دكتور أحمد، إذن المستفيدين والأرقام التي لديكم سواء في المستشفيات أو أي معونات صحية طبية وصلت إلى مراكز أخرى في تعز، إذا كان لديك أي أرقام أو إحصائية بهذا الصدد حدثنا عنها، تفضل. نعم،
بصفتي كمدير لمركز الطوارئ الباطني حاليا نعاني من عدة أمراض انتشرت مؤخرا، بعضها متعلقة بالتلوث البيئي وأخرى متعلقة بعدم استخدام الأدوية التي كانت مقررة للأمراض المزمنة. مثلا لدينا من الأمراض المعدية مرض السل ظهر مؤخرا عند بعض الحالات، هناك حالات جديدة وهناك حالات كانت تستخدم الأدوية وتوقفت لفترة من الزمن لعدم توفر هذه الأدوية وإغلاق مستشفى الدرن، وانتكست هذه الحالات فاضطررنا لفتح عيادة لمرضى السول في مستشفى الثورة، وهذه العيادة لحد الآن حتى تعمل بشكل طوعي يعني، وقد تتوقف إن لم تتوفر كذلك الأدوية. الأدوية نحصل عليها عن طريق الإخوة في منظمة الصحة العالمية ولكن لا تكفي. حاليا لدينا ازدياد في حالات الحمى الضنك بسبب التلوث البيئي ونزول الأمطار، وهناك حالات أيضا من الملاريا، هناك أيضا تدهور في حالات الكبد وأمراض القلب والسكري وعدم توفر هذه الأدوية. نستقبل في مركز الطوارئ الباطني شهريا ما لا يقل عن 4000 حالة من الحالات الإسعافية وحالات المعاينة الباطنية. نعم. طيب دكتور، إذا تحدثنا في يعني الدقائق الأخيرة، أنتم الآن كمستشفى ثورة وبقية المستشفيات أبرز الحالات ربما حالة دون علاجها بسبب افتقاركم لأي عقاقير طبية أو أجهزة لعمليات جراحية أو ما شابه ذلك، ما هي وما هو الحلول من وجهة نظرك العاجلة التي ربما لو تحركت الحكومة أو منظمات إغاثية ستعمل على التخفيف مما تريدونه في المستشفيات؟ أريد أن أوضح شيئا، ما عندما ألقي اللوم على الحكومة لا يعني أننا نبرئ الطرف الآخر وهو الشيطان الذي يمنع دخول الأدوية والمساعدات والأكسجين ويقصف المستشفيات إلى الآن، وهم الحوثيون. إذا فتحت هذه المنافذ وكان هناك ضغط حقيقي من المنظمات الدولية التي مقراتها في صنعاء، إذا كان هناك ضغط بإدخال هذه المساعدات سواء من قبل الصليب الأحمر أو بقية المنظمات، فسيكون هناك تخفيف على المستشفيات. يعني حاليا المدخل الشرقي والغربي مغلق تماما من إدخال أي مساعدات، حتى المرضى يعني أمس كان هناك مرضى بالفشل مصابون بالفشل الكلوي يريدون الدخول إلى المدينة لعمل غسيل كلوي في المستشفى، يمنعون حتى دخول هؤلاء المرضى. هذا بالنسبة للضغط على القوات الحوثي وصالح، وهناك أيضا حل يجب أن يدرس من قبل الحكومة لدعم المستشفيات كحلول طارئة، مثلا دعم الكادر الطبي أيضا المستلزمات الطبية. نعم. وكذلك فيما يتعلق بالمشتقات النفطية. نعم دكتور أحمد، هل لا زال هناك أي قصف يطال مستشفى الثورة ومستشفى الروضة والمستشفيات التي تقدم الخدمات للناس؟ بالنسبة لمستشفى الثورة فهي مستهدفة بشكل متواصل لأنها تقع في الجهة المقابلة لجبل السلال. جبل السلال هو دائما تتعرض المستشفى منه للقصف بمبادة الطيران، خاصة الجهة الشرقية من المستشفى. يعني هذا الأسبوع تعرضنا لأكثر من مرة لضرب بمبادة الطيران. نعم. إذا دكتور كلمتك الأخيرة، رسالتك سواء للمنظمات الإغاثية، لمن يقدمون مركز الملك سلمان أو بقية الجمعيات الخيرية التي تقدم وتمدكم بالمستلزمات الطبية للمستشفيات، أختم بها تفضل منك. نعم، غاب عني أيضا أن أذكر مركز الملك سلمان للإغاثة والذين دعموا المستشفى أكثر من مرة بالأدوية الطبية، ولكن دعم مركز الملك سلمان لم يكن يعني بالشكل المطلوب. يعني حاليا مركز الملك سلمان يقال أنه سيدعم أكثر من مستشفى خاص، ولكن بالنسبة لمستشفى الثورة قيل أنه لن يدعمها حتى تنتهي الحرب، من كذلك من ترميم للمباني، كذلك مستلزمات طبية وأجهزة، ولكن نتمنى أن تكون هناك حتى مساعدات طارئة لتشغيل هذه المستشفيات خلال فترة الحرب. نعم، أشكرك جزيل الشكر مدير مركز الطوارئ الباطني بمستشفى الثورة العام في تعز الدكتور أحمد الدميني. عودة أخيرة إلى الأستاذ توفيق الحميدي عبر سكايب من فيينا. أستاذ توفيق، ربما كثر الحديث عن الملفات التي ترفع عن تعز في كواليس المنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان، ربما أنت على اطلاع دقيق بهذا الشأن، أين موقع تعز من الملف الحقوقي والإنساني في عند المجتمع الدولي؟
تعز أخي الكريم حاضرة وبقوة في سواء بملفات متخصصة عن محافظة تعز، سواء ملفات تتعلق بالحصار الذي حدث عن تعز، أو حتى ملفات وتقارير ليس لتعز بل من داخل تعز، مثل تقرير سيصدر بإذن الله بعد يومين أو ثلاث متعلق بمعبر الدحي، انتهاكات معبر الدحي، وهنالك تقارير شاملة عن تعز. لكن أنا دائما أؤكد على أن إشكالية تقاريرنا التي ترصد في الميدان مع العالم الخارجي اللغة. أنا أدعو من ربما تكون سبب الإمكانيات المادية سبب رئيسي أمام المنظمات والناشطين أنهم ينقلوا كل هذه المعلومات إلى أكثر من لغة عالمية. صراحة التقارير بحاجة إلى إعادة ترجمتها إلى الفرنسية، إلى الألمانية، إلى الإنجليزية، إلى أكثر من لغة من أجل العالم يتفهم بصورة يسيرة وسلسة ماذا يحدث في تعز. نحن اليوم لدينا تقارير مترجمة باللغة العربية لكن لا أحد يلتفت إليها بكثرة، ولذلك أنا أدعو كما دعيت أكثر من مرة إلى إعادة النظر في استراتيجية العمل الحقوقي لدى الحكومة الشرعية أو سواء لدى المنظمات الحقوقية، بحيث يجب أن يكون هنالك جهد ويكون أن يكون هنالك تمويل. أنا أقول اليوم بكل صراحة وبكل أن المال الذي يدفع للمعركة أيضا يحتاج المال أن يدفع أيضا للمنظمات الحقوقية القادرة على إيصال هذه الرسالة إلى الخارج. نعم أستاذ توفيق، كلمة ورسالة أخيرة من إنسان حقوقي للميليشيا وأيضا للمنظمات العاملة لمد تعز وفك الحصار عن تعز. أولا بالنسبة للقضية العمل الحقوقية أنا أوجه رسالتي، الرسالة الأولى لكل شخص تضرر من الأعمال من أي انتهاكات يجب أن يدلي برأيه بكل وضوح، يجب أن يبلغ، يجب أن يتعاون مع الراصدين، لأننا نريد أن نحتفظ بذاكرة حقوقية جمعية لهذه الفترة سواء للآن أو للمستقبل حتى لا يغيب أحد. أقول للمنظمات أو أقول للميليشيات أو غيرها، مهما اليوم كانت بقوتها خارج القانون سيأتي يوم الجميع يخضع للقانون وسيحاسب عن كل انتهاك ارتكبته داخل اليمن في حق إنسان أو سواء كان رجل أو امرأة إلى غير ذلك. أنا أدعو المنظمات الإغاثية العالمية إلى نداء إنساني كما أن تتجه نحو تعز، تنظر بعين الرحمة بعين العدالة لما يحدث داخل مدينة تعز، مستلزمات طبية، ما يحتاجه أطفال مدينة تعز، ما تحتاجه نساء مدينة تعز بشكل عام. تعز اليوم مدينة منكوبة لا تقل عن أي مدينة خاضت حرب من حروب نعم. الحرب العالمية الأولى والثانية، وهي تحتاج إلى لفتة حقيقية لرفع معاناة هذه المدينة التي يحاصر أكثر من 4 مليون تحت قذائف المدفعية. مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي كنت معنا عبر سكايب فينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض في دقائقنا الأخيرة تعليقاتكم حول موضوع الحلقة. طرحنا تساؤلا في الحلقة برأيك، ما المطلوب من المجتمع الدولي وقيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية لإنقاذ تعز وتجنيب حدوث كارثة إنسانية في المدينة؟ كان هناك بعض التعليقات من أصدقاء البرنامج، نستعرض بعضا من هذه التعليقات. الأخ أبو تميم السعدي يعلق: واجب على التحالف الخليجي أولا توفير كافة المساعدات الإنسانية وتوصيلها إلى أبناء تعز بدون وسطاء المنظمات الأجنبية التي تسلم المعونات إلى العفافيش، من جهة أخرى من يحاول يترك تعز ويريد يجعلها طعم للحوثي سيندم. أبو تميم السعدي. رأي آخر من أصدقاء البرنامج: الأخ طارق الحجاجي يعلق: المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة وهو لا يقوم بواجبه تجاه ما يجري في تعز من مجازر إنسانية، والمجتمع الدولي أصبح مسيس ولا يعمل جاهدا في الجانب الإنساني، وكذلك هو الحال مع حكومتنا، لا ندري هل هو تغاضي أم هم لا يدرون أين تقع تعز. ستظل تعز عار عليهم منذ أن سقط أول شهيد وجريح. أيا تعز عهدناك شامخة وستظلين كذلك. طارق الحجاجي. رأي آخر أيضا: الأخ عبد السلام الحيقي يعلق: ماذا ينتظرون من تعز؟ أن تعمل بعد كل هذا الحصار الذي تحكمه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح؟ ولماذا صمتت الشرعية عن خذلان تعز هذه المدة الطويلة وهي من تقاتل من أجل الشرعية والحرية والكرامة وتقاوم الميليشيا بخيرة شبابها؟ عبد السلام الحيقي. ونختم بهذا الرأي، نكون قد وصلنا إلى ختام
حلقة اليوم من برنامج بين قوسين. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، نشكر ضيوفي الأكارم عبر السكايب من فيينا الأستاذ توفيق الحميدي، الشكر أيضا للناشط أو الدكتور أحمد الدميني مدير مركز الطوارئ الباطني بمستشفى الثورة العام، كذلك الشكر للناشط أيمن المخلافي مدير الإعلام بإئتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقات جديدة، حتى الملتقى حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.